بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء، أعلنت في هذه اللحظات ختام انطلاقات أشواط الجولة الأولى، وهي جولة الحجايق ومسافة 3 كيلومتر. لينطلق أيضا شوطنا الخامس مباشرة. أجد المقدم الشاهينية حمد بن علي الحسني القادم من ميدان بدية يقدم لنا الشاهينية على صدارة هذا الشوط، هو مع المركز الأول. بينما المركز الثاني أجد بنت شرط عايض بن سعيد الإنيبي، من قدم لنا نوف يقدم لنا الآن بنت شرط اللي احتلت المركز الثاني. بينما الدور دور المركز الثالث من الزاوية الأخرى، شوف للي تدخلت اللي بدأت تتسلل. يا سلام، التسلل مسموح وفق أيضا التشريعات لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. أجد انطلاقة الأسماء القادمة أيضا، هناك ضجة مصعب بن راشد الغنبوسي، وأيضا أجد تحركات مميزة في هذا المسار اللي بدأت تنطلق أيضا فيها. مشاهدين الأعزاء، الأسماء القادمة، الله، الأحسني لا زال صامدا، لا زال هو يقود هذه الأسماء بفارق بسيط، ولكن الأسماء القادمة تشكل أيضا الخطورة. هناك تعرفنا على الشاهينية عبد الله بن حمد، وبالفعل بن علي الينيبي من يقدم لنا، وعبد الله بن حميد بن علي الينيبي. إذا عودة أيها الحفل الكريم إلى انطلاقة هذا الشوط. أجد ضجة، مصعب بن راشد القنبوسي يقدم لنا، هناك ضجة، وبين ضجيج الجماهير تأتي ضجة بشموخها، ولكن الشاعر يقدم لنا بن شرط عايض بن سعيد الينيبي يبحث عن النقطة الثانية. المركز الثالث، هذه هي اللي وصلتكم شواهين علي بن مرزوق الغيلاني، من يقدم لنا شواهين اللي بدأت تتحرك. بينما أيضا يقدم لنا هناك علي بن مرزوق الغيلاني يقدم لنا جبار. يا سلام، حمد بن علي الحسن أيضا لا زال متمسكا بهذه الخماسية الماسية، ولكن العودة إلى بن شرط ربما تكون النقطة الثانية. يا شاعر في طريقه إلى هذا الشعار، عايض بن سعيد الينيبي هو على المركز الأول، مصعب بن راشد الغنبوصي يقول أنا صعب، أنا لازلت قويا، أنا لازلت شرسا بوجود ضجة في مستوى مركز الوصافة، ولكن عينكم، عينكم على هذا الشعار الخطير. يا سلام، جبار علي بن مرزوق الغيلاني بدأ يعترب، بدأ يقدم لنا هذا الشكل المميز. إذا متابعونا الكرام، ولكن تحمل النمبر 1 وهي على المركز الأول، عايض يا عايض يا ابن الشاعر، عايض بن سعيد الينيبي يقدم لنا بن شرط. بسم الله ما شاء الله، باي 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 إلى خط النهاية، الوجهة الوجهة الأخيرة إلى خط النهاية. سلموا لي على الشاعر، سلموا لي على عايض بن سعيد الينيبي من يقدم لنا بن شرط النقطة الثانية. شكرا شكرا شكرا، من أتى لنا بنوف وأتنا أيضا ببن شرط عايض بن سعيد الينيبي. ما شاء الله تبارك الله، المركز الثاني جبار علي بن مرزوق الغيلاني، المركز الثالث ضجة مصعب بن راشد الغنبوسي، ورابعا بشعار حمد بن علي الحسني، وخامسا أيضا حمد بن علي الحسني. 4:26 16 جزءا من الثانية هو توقيت توقيت بن شرط للمرة الثانية. عايض بن سعيد الينيبي يؤكد حضوره، حضورا مميزا. انتهى.